الله معاك. بصراحة يوسف انت قفلتني وربنا. كل شوية هنصور وتقول لي التليفون مش عايز يحمل، انت هتصور والتليفون مش عايز يحمل. لف تقول عليا ايه بقى خلاص؟ يا راجل اقول لك ايه بس مش عارف. يا صباح الفل والوردة يا ياسمين على احسن ناس بتاني. وحشتوني اقسم بالله. الواد دوت قرفني. خامس فيديو نصوره ويقول لي مش عايز يحمل. جت علينا احنا ومش عايز يحمل. النهارده يا جماعه عامل لكم عروض جباره ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله الاول. عندنا بولتي تحفه وعندنا اسعار خياليه وعندنا باذن الله بكره اجازه واحتمال بعد بكره زي ما انتم عارفين. فعشان النهارده كده بنعمل عروض اخر حلاوه كده وسمك الله اكبر. فالراجل ما يوصف على السمك كده. حاجه تبارك الله يا جماعه الحجم اللي انتم عايزينه، عايزين ثلاثات، عايزين اربعات، اتنينات، كله موجود. بولت يا جماعه عرض النهارده مش ب 85، الاربعه ب 300، يعني 75 جنيه معاك النهارده البولتش. وربنا زي ما بقول لك بولتش ب 75. خزن بكره اجازه وبعده اجازه ويا عيال. خش على البساريه اللولو. لولو 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 عشان اللهم صل على النبي. حلو عندنا ولا واحده مهريه ولا واحده مفقعه ولا واحده كده. حاجه تبارك الله كده. يا جماعه ال 2.5 ب 100 زي ما احنا شغالين. خش على السردين النهارده عندنا سردين كبيره يا جماعه. السردين اللي بالواحده كده حاجه تبارك الله كده، مش واحده رفيعه النهارده. السردين النهارده كله كبير يا جماعه بالواحده. الاثنين ب 200، كيلو ب 150. بنصور كده يا يوسف ولا هترجع تقول لي نصور تاني؟ لا تمام. يا جماعه عندنا بوري الله اكبر كده. بوري تبارك الله اتحداك تجيب كيلو بوري اقل من 180 جنيه و 200 جنيه. عندنا ثلاثه بوري ان شاء الله ب 420، يعني ب 140 جنيه معاك على طول. خش على المكرونه السويسي الدلع عندنا احنا بس دي. واكل ايه يا يوسف؟ موسى. موسى ده اللي بياكل في قلبه الزبده، ده اللي بياكل موسى وبياكل جمبري الله اكبر عليه. حاجه تبارك الله يا جماعه، كلها بطارخ. المكرونه زي ما احنا شغالين يا جماعه، خدوا عروض وخزن قسما بالله ما في الاسعار دي. المكرونه الدمياطي طالعه ب 120 جنيه. السويسي النهارده مش اقل من 170 جنيه، هتجيبها ب 180 جنيه. احنا بنبيع ببلاش. المكرونه هنجيب كيلو مكرونه ب 200 جنيه. احنا هنبيع الثلاثه ب 400 والكيلو ب 150. بنصور يا يوسف. يا جماعه عندنا جمبري الله اكبر اللي دماغه كلها مبطرخه، ده بنقول عليه وسط، هو اكبر من الوسط بكتير. حاجه تبارك الله. تبارك الله تبارك الله. جمبري النهارده عندنا يا جماعه الاثنين ب 650 وعندنا كيلو ب 330 زي ما احنا شغالين. خش على السبيطه يا يوسف. السبيطه يا جماعه النهارده ب 400. حاجه تبارك الله اللي يلحق. انا بخطف الفيديو عشان ما اصورش تاني. يا جماعه اللهم صل على النبي. عندنا الكاليماري النهارده. كاليماري كاليماري وسعرها يخلي اللي مش هيشتري هيشتري، هتشتري هتشتري. كاليماري الوسط النهارده يا جماعه عندنا عرض جبار. اتحداك تجيب كيلو كاليماري اقل من 350 جنيه. احنا هنبيع الكاليماري الوسط دي النهارده ال 2 كيلو اقل من كيلو. يعني يعتبر بتاخد حق كيلو وكيلو هديه، الاثنين ب 300 النهارده. وربنا زي ما قلت لك ال 2 كيلو كاليماري ب 300. احلى من 500 صبيط. تاكل قالي صواني شغال، طاجن شغال، حشو شغال، كله شغال. كاليماري رايح في اي حاجه. وعندنا كاليماري يا جماعه زي الصبيط، كاليماري كبيره. كبيره تبارك الله كده. الاثنين النهارده ب 400 يا جماعه، عليها عرض يعتبر 50 جنيه في الكيلو. واتحداك تجيبها اساسا من بره اقل من 400 جنيه الكيلو. 2 كيلو ب 400. خش على البلاك تايجر عزاز. العزاز حلاوه يوسف اهو يا يوسف. لو بالواحده والله ما صلى على النبي. سعره بره 750 جنيه و 800 جنيه وما تعرفش تجيبه. احنا النهارده هنبيع ببلاش. مش احنا بقى بتوع الاسعار اللي بتخد دي. يا باشا احنا بنبيع باسعار ربنا اللي اعلم، قسما بالله بنبيعه بسعر الصغير، سعر اللب اللي جوه اتعمل مكرونه. النهارده الجمبري الجامبو عليه عرض ب 400 ب 400 زي ما سمعت. الحق. خش على اللوطه الله اكبر كده. الفيديو شغال يا يوسف ولا هتصور تاني؟ لا 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 شغال. انت عارف احنا صورنا تاني ليه؟ قول لي ليه؟ ليه يا يوسف؟ عشان خاطر الرنجه ما صورناش. عشان خاطر الرنجه ما صورناش، فكنا صورناها لوحدها يا يوسف. خش على اللوت يا جماعه. اللوت النهارده عرض الاثنين ب 400. اللوت النهارده ب 200 جنيه ما حصلتش. اللوت من مكانه ب 220 جنيه. خش على البياض اعمل